واشار مدبولي الى ان الحكومه ستعمل مع المجموعه الوزاريه الاقتصاديه على مجموعه من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الاسعار وخفض معدلات التضخم وزياده الاستثمارات المباشره وغير المباشره، كما اكد مدبولي ان هناك اولويه قصوى للحكومه تتمثل في ضبط الاسعار وازمه الكهرباء وايضا السعي بكل الجهود الممكنه لزياده الموارد من العمله الاجنبيه. مشكله الكهرباء وموضوع ضبط الاسعار ودول اولويه قصوى للحكومه بكل كوادرها ان احنا نشتغل على هذا الموضوع فانا حبيت ان انا يعني اوضح هذه النقاط وكنت بوضحها بصوره واضحه جدا للساده الوزراء اهم شيء طبعا اكدت عليه ضروره التواصل المستمر مع كل اطياف الدوله المصريه بدي ان طبعا التواجد واكدت على التواجد مع مجلس النواب الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامه وحضور اللجان النوعيه من الساده الوزراء وكبار المسؤولين في الدوله، يبقى في تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفته سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ ايضا، لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود، وهنبقى بنتابع ايضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع لان ده شيء مهم جدا.